السلام عليكم طلاب المرحلة الثالثة، نرحب بكم بالمحاضرة التفاعلية رقم 3 خاصة بموضوع المبادلات الحرارية الهيت اكسشينجر. موضوع الهيت اكسشينجر هو أغلب التطبيقات، يعني التطبيقات المهمة الموجودة جدا في الحياة العملية، اللي هو إذا عندي فلويد أريد أسخنه مع فلويد آخر درجة حرارته تختلف عنه، سواء عملية تسخين أو تبريد، المهم تحدث عملية تبادل بدرجات الحرارة دون التبادل بالكتلة، يعني ما يصير خلط بالكتلة بين الماء الساخن والماء البارد. كل ماء ده يمشي في مجرى هندسي خاص به، شكل هندسي خاص به، وده تصير عملية انتقال حراري عبر الجدران التي جدران الأنابيب المستوعبة لهذه المواد. يا إما هاي الهيت اكسشينجر الهدف منها تبريد سائل، يا إما الهدف منها تسخين سائل. مثلا في بعض التطبيقات أنا عندي بخار أريد أجري عليه عملية تكثيف، وهذا البخار درجة حرارته ساخنة، أحتاج إنه أبرد هذا البخار، فعملية تبريد البخار تتم ب إحاطة أنبوب البخار بأنبوب أكبر منه يحتوي على ماء بارد، مثلا الماء، فالماء يبدأ يكتسب الحرارة من البخار، درجة حرارة الماء الداخل راح تصعد عند الوصول إلى نهاية هاي الأنبوب اللي يحتوي على الماء، بينما درجة حرارة الهوت فلويد عند الدخول أكبر ما يمكن، وفي نهاية المبادل الحراري درجة حرارته تبدأ بالانخفاض لأنه يكون فقد حرارته للمائع البارد. تعتمد، يهمني هاي الفقرة، أنه على مود أحسب كمية الحرارة المنتقلة أو التي تم تبادلها في الهيت اكسشينجر، فالأسهل عندي هي اللوغاريتميك مين تمبريتشر ديفرنس، أو ما يعرف LMTD أو log mean temperature difference. هاي درجات الحرارة أو الدلتا تي، هذا راح نشرحها تباعا شلون تنحسب، راح يصير حساب Q بدلالته. Q راح تصير ال H في ال A في ال log mean temperature difference. نجي على انواع التايبس اوف هيت اكسشينجر، ما هي انواع المبادلات الحراريه. ابسط نوع هي الدبل بايب هيت اكسشينجر، اللي هو شنو، تو كونسنتريك بايب والديفرنت ديامتر، يعني انبوبين متحدين المركز باقطار مختلفه، يعني عندي انبوب مركزي صغير القطر وأنبوب أكبر منه يحتوي الأنبوب الداخلي وقطرة أكبر، وفي كلا الأنبوبين يجري سائلين مختلفين أو تو فلويد، ممكن واحد منهم سائل وغاز، ممكن اثنيناتهم غاز، ممكن اثنيناتهم سائل، بس الأهم عندي أنه يكون هاي الفلويد بدرجات حرارية مختلفة، يعني الفلويد المال بالأنبوب الداخلي درجة حرارته يجب أن تختلف أكبر أو أصغر من الفلويد اللي مال بالأنبوب الخارجي على ما تحصل عملية تبادل الحرارة. الدبل بايب، النوع المهم هذا الدبل بايب بالآتي. الدبل بايب بي نوعين على حسب شكل الجريان. أولا النوع الأول البارلل فلو والكاونتر فلو، وهسه راح نشرح شنو البارل فلو وشنو الكاونتر فلو. أول شيء كونسنتريك تيوب هيت اكسشينجر أو ما يعرف بالدبل بايب هيت اكسشينجر، الجريان المتوازي. شوف أول شيء شكل الخارجي المن، الشكل الخارجي للهيت اكسشينجر مثل ما تلاحظ هنا بهذا الرسم، عندك انبوب داخلي
هذا السهم يؤشر على دخول المائع. هنا راح يفترض أن الأنبوب الداخلي بالمائع اللي بالدرجة الحرارية الأسخن، وده يفقد الحرارة لمن؟ للأسطوانة الكبيرة أو الأنبوب الخارجي اللي بيها فلويد آخر. دخول الفلويد بالأسطوانة الكبيرة من هالاتجاه، دخول الفلويد للأنبوب الصغير أو المركزي هالاتجاه. الاثنين دا يمشون كلا المائعين، إذا الأسهم هاي كلا المائعين دخولهم من نفس المنطقة وخروجهم من نفس المنطقة يسمى الجريان بالمتوازي. يعني جريان المائع الساخن سواء كان بالأنبوب الخارجي أو الداخلي نفس اتجاه جريان المائع بالأنبوب المركزي، سواء كان بالأنبوب المركزي المائع الساخن أو البارد. واضحة؟ زين، نلاحظ تغير درجات الحرارة. هنا راح يظهر عندي رسم جديد اللي هو رسم محور واي هو تي، ورسم محور اكس اللي هو مقصود به هو شنو؟ تغير طول الأنبوب، حيث اكس يعني اكس يساوي صفر، هنا يسموه المقطع واحد عندما اكس يساوي صفر يعني بداية منطقة الدخول، وهنا الاكس يساوي ال في مقطع رقم اثنين اللي هي منطقة الخروج. إذا تلاحظ إنه الهيت اكسشينجر نوع من أنواع ال يعني تطبيق من تطبيقات ال internal flow convection heat transfer. سابقا كان عندي خطين وأني أرسم منحني T مع الإكس لكي أوضح درجة حرارة تغير درجة حرارة الجريان الداخلي. كان عندي درجة حرارة خاصة بالسيرفس بالسطح، واذا افترضنا انه السطح ساخن فراح تكون هاي الدرجه الحراريه بالاعلى، وعندي درجه حراريه لمن؟ للمين فلويد تمبرتشر ايضا عند الدخول قليله وبعدين تبدي تتصاعد. تمام، وقلت الخط مالت التي سيرفس يا اما يكون ظرف التسخين تي كونستانت فهو يكون خط افقي، يا اما الكيو كونستانت ويكون خط عمودي، العفو خط مائل تصاعدي يوضح الازدياد الحاصل في درجه حراره السطح. الفرق الوحيد عندي هنا انه الخطين ذني الموجودات اثنيناتهم للفلويد. لاحظ سابقا كنت ارسم تي مع اكس، كنت ارسم خط للفلويد اللي بالجريان الداخلي وخط اخر يناقش تغير درجه حراره السطح. الان عندي خطين يناقشون تغير منه اثنينات للفلويد، بس الخط السفلي خاص بدرجة حرارة المائع البارد أينما كان مكانه في الأنبوب الصغير أو في الأسطوانة الأكبر منه أو الأنبوب الخارجي. تمام؟ إذا عندي هذا الخط السفلي يبدأ من مقطع واحد دخوله، شو يسميه هنا؟ يسميه تي كولد إن. إذا هذا الفلويد هو الكولد فلويد، وهذا الخط العلوي هو الهوت فلويد. نلاحظ على الاسهم الاثنيناتهم ياخذون نفس الاسهم، لو تشوف هذا السهم الصغير الاحمر على نفس الخط، هذا يبين اتجاه جريان المائع، بيجري المائع البارد من مقطع واحد الى مقطع اثنين، وبنفس الطريقه بشكل متوازي بيجري الهوت فلويد تي هوت من المقطع واحد الى مقطع اثنين، ولذلك سمي هذا الجريان بيش؟ بالجريان المتوازي البارل فلو، اللي هو يؤشر عليه هذا الشكل الداخلي انه هاي كل الاسهم باتجاه واحد، او ان دخول المائع الساخن والمائع البارد بنفس المقطع واحد، وخروج المائع الساخن والمائع البارد من مقطع اثنين من نفس الاتجاه، ولذلك الجريان قلنا عليه بارل المتوازي. نيجي نناقش الرسم اللي موجود اعلى. اول شيء الكولد فلويد يدخل بدرجة حرارة مينيمم، يعني أقل درجة حرارية بالنظام بالهيت اكسشينجر هي تمثل منه التي كولد ان، وأعلى درجة حرارية موجودة بالنظام هي للمائع الساخن عند دخوله قبل حدوث عملية التبادل. لاحظ التي كولد مالت المائع البارد شو يصير؟ يدخل بدرجة حرارية صغيرة، تبدأ هاي التصاعد بدرجة الحرارة. ليش؟ لانه هو دا يسحب الحراره من المائع الساخن ودا يكسب الحراره لمن؟ دي كيو، اتجاه هاي الكيو من اتجاهها من المائع الساخن الى المائع البارد، ولذلك يصير تصاعد
لدرجة حرارة T للكولد فلويد، بنفس الوقت آنيا يصير تناقص لدرجة حرارة الهوت فلويد. إذن راح تتولد عندي أربعة تي، أولا تي كولد إن، تي كولد أوت، وعندي تي هوت إن وتي هوت أوت. لكن ألاحظ أنه مهما كان الصعود بدرجة حرارة التي كولد الفلويد عند الخروج من المبادل الحراري ما راح يكون أعلى من التي هوت أوت، تمام؟ وراح تتولد عندي درجات حرارية كالآتي. أول فرق اسمه دلتا تي 1 تي هوت ان الكبير ماينس تي كولد ان، وعندي دلتا تي 2 تي هوت اوت ماينس تي كولد اوت. هذا تعريف دلتا تي 1 ودلتا تي 2، راح نحتاجهم بعدين مو شرط في هاي المحاضره، بس هذا الرسم مهم بالنسبه لي. ومع اي حل لمساله مبادل حراري ترسم لي هذا الشكل، الشكل اللي يوضح العلاقه بين تي واكس، والا يعتبر الحل منقوص. نجي على النوع الثاني، النوع الثاني من المبادلات الحرارية اللي هي الكونسنتريك تيوب هيت اكسشينجر، بس بنوع الكاونتر فلو، الجريان المتعاكس، او اقدر اسميه دبل بايب هيت اكسشينجر، ايضا نوع الكاونتر فلو. اذا اريد ارسم اول فقرة اشوف الشكل الهندسي للجريان. لا زال الانبوب الداخلي يحتفظ، يعني هذا المقطع سميته مقطع واحد، وهنا سميتها مقطع اثنين. مقطع واحد الأنبوب الداخلي لا زال يحتفظ بمن؟ يحتفظ باتجاه جريانه من مقطع واحد إلى مقطع اثنين، لكن الجريان بالأنبوب الخارجي اللي هو الماء البارد هنا تم عكس اتجاه الجريان مالته، فصار الدخول مالته من مقطع اثنين والخروج مالته من مقطع واحد، ولذلك راح أشوف هاي الأسهم شبيهة متعاكسة. السهم اللي أعلى شيء هنا والسهم هذا اثنيناتهم يعبرون عن منه؟ عن المائع البارد، يعني اثنيناتهم للفلويد للكولد فلويد اللي موجود بالاسطوانة الكبيرة اللي هو خارج الأنبوب بالقطر الصغير خارج الأنبوب الداخلي. نجي نتابع درجات الحرارة. قلنا أقل درجة حرارية هي منية تي كولد إن، لكن دخول الماء البارد وين صار؟ من مقطع رقم اثنين. شوف مقطع رقم اثنين تم دخول التي كولد ان، ولذلك السهم مال من؟ مال تغير درجة الحرارة ايضا تي كولد ان، تتصاعد تزيد درجة الحرارة من مقطع اثنين لحد ما يخرج من نقطة رقم واحد. شوف هاي نقطة رقم واحد، هذا مقطع واحد، يصير الخروج منين؟ من التي كولد، بس بعد ما يكتسب درجة حرارة، ولذلك راح تكون التي كولد اوت في هذه المنطقة أكبر من تي كولد إن نتيجة التبادل الحراري اللي حاصل داخل هيت اكسشينجر. أما التي هوت اللي موجود في مركز الأنبوب الداخلي احتفظ بمكان الدخول مالته في مقطع واحد، هذا مقطع واحد وهذا سهم الدخول في الأنبوب الداخلي، فالتي هوت إن لا زال هو أعلى درجة حرارة ضمن النظام ضمن هيت اكسشينجر، ويفقد درجة حرارته وتنخفض لحد ما يوصل إلى مقطع رقم 2 بالتي هوت أوت. أغلب التطبيقات الهندسية أنت ممكن تقيس درجة حرارة الفلويد الداخل ودرجة حرارة الفلويد الخارج، وتقدر تقيس درجة حرارة الفلويد للهوت فلويد وللكولد فلويد، تقيس لدرجة الحرارة عند الدخول والخروج، ولذلك هاي الأربع درجات حرارية ممكن أحسب بها كمية الحرارة المنتقلة. قانون الكيو يساوي H في الأي في دلتا تي، دلتا تي لوج مين تمبرتشر ديفرنس ال ام تي دي. هاي ال ام تي دي حسابها مبني على منو؟ مبني على احتساب دلتا تي 1 ودلتا تي 2. ودلتا تي 1 ما تقدر تعرفه الا ترسم هذا الرسم اللي هو تي مع اكس، وكذلك دلتا تي 2 بنفس الطريقه لازم توضح. دلتا تي 1 سابقا كان شنو تعريفه في حاله البذر الفلو؟ كان تي هوت ان ماينس تي كولد ان. هنا تعريف ايش بي؟ تبدل دلتا تي 1 الى التعريف الاتي تي هوت ان ماينس تي كولد اوت. ودلتا تي 2 سابقا بالبارل فلو كان التي هوت اوت ماينس تي هوت ان ماينس تي كولد ان اوت، ايضا كان بالبارل فلو تي هوت اوت
minus t t called out. استبدل تعريف دلتا t 2 بال counter flow إلى الآتي اللي هو t hot out minus t called in. أما القانون مال LNTD مبني على احتساب دلتا T1 ودلتا T2 إلى قانون ثابت إلى علاقة مشابه للدلتا T لين اللي أخذناه سابقا مشابه للدلتا T لين أوكي وراح نرجع عليهم إن شاء الله فيما بعد. خلينا نكمل الشرح الخاص بأنواع المبادلات الحرارية اللي عندي ونحاول نحل بعض الأمثلة البسيطة لهذا الموضوع. إذن أول نوع، النوع البسيط هو الدبل بايب هيت إكسشينجر. أوكي، والدبل بايب هيت إكسشينجر بنوعين، يا إما النوع الموجود هي هنا اللي هو البارالل فلو، إنه كل الأسهم الثلاثة بنفس الاتجاه، وإنه التي كولد يتصاعد والتي هوت يتنازل يتناقص. وعندي النوع الثاني اللي هو البارالل فلو او العفو الكاونتر فلو النوع الثاني، وانه بي جريان متعاكس، الجريان بالاسطوانه الخارجيه عكس الجريان بالانبوب الداخلي. وده لاحظ انه ايضا دني الشكلين السهمين عند الرسم او المنحنيين دني استحاله يكون متقاطعين، ما يتقاطعون، يا اما تقاربيين بهالشكل اللي هو في حاله البارالل فلو، يا اما هم متوازيين في حاله الكاونتر فلو، توازيين بالرسم تقريبا. اوكي، والفرق بيناتهم تقريبا ثابت، يعني هذا الارتفاع راح تلاقي دلتا تي 1 دلتا تي 1 بهاي المنطقه قريب من دلتا تي 2. اوكي، المهم هذا النوع الاول اسمه الديفرنت فلوريزم اند دبل بايب هيت اكسشينجر، او اي لحاله البارل فلو، والنوع الثاني الكاونتر فلو جريان المتعاكس. هسه نشوف باقي الانواع اللي عندي في كيفيه الاحتساب. عندي نوع اخر، اذا كان الجريان مال الفلويد متعاكس او عمودي على الانابيب يسموه الكروس فلو هيت اكسشينجر. شو يسموه؟ الكروس فلو هيت اكسشينجر. والكروس فلو هيت اكسشينجر يقسم الى الاتي، يقسم ايضا الى ميكس فلو او انميكست فلو، يعني مبادل حراري يسمح بدمج الكتلتين، غالبا نستخدم الغازات، او مبادل حراري جريان الانابيب بشكل متقاطع بس بخلط التو فلويدز الساخن والبارد. مثال عليهم هذا الرادياتر اللي تشوفه هو نوع من انواع الكروس فلو هيت اكسشينجر. اوكي، هذا المبادل اللي عندي اذا تلاحظه مجموعه من الانابيب الداخليه ده يمشي عليها بشكل متقاطع كروس فلو. هاي العمليه، هاي الانابيب شبيهه غير قابله للخلط، لا تختلط مع منه، مع الفلويد، لا تختلط مع الفلويد. هنا الانابيب موضوعه ضمن غرفه، ضمن حيز، ايضا هنا انمكس لا تختلط. وعندي نوع اخر لا، انه يصير عمليه اختلاط، صحيح جريان متقاطع لكن يصير عمليه خلط بين الكتله. اسمع اذا عندكم سؤال طلاب. نعم طلاب، اي سؤال لحد هنا بالانواع اللي عندي؟ نجي على انواع اخرى، النوع المذكور الاخر يسموه شيل اند تيوب هيت اكسشينجر. شيل and tube heat exchanger.
يعني ممكن أقول لك سؤال، اذكر لي أنواع الهيت اكسشينجر، وارسم واحد من عندهم، يعني ارسم نوع، ارسم التي اس، التي مع الاكس لواحد من احد الانواع، يعني لاحد الانواع. طيب الشيل ان تيوب اللي هو انا عندي مجموعه من الانابيب هنا، وعندي الاسطوانه الكبيره، بيصير بيها دخول الماء او دخول الماء بالانابيب الصغيره يتم باكثر من تفرع، تمام؟ وبعدين اكو بالشل بالاسطوانه الخارجيه، يقصد بها الشل، يدخل هنا هواء بجريان متعاكس، واكو بعض العوائق، هاي البفل، بفل العوائق هاي تساهم في عمليه الخلط مالت الهواء، بس مالت الفلويد اللي دا يسوي تبريد المن للانابيب الفرعيه البارده. لهذا الشكل اللي عندي الدخول هنا، اذا اعتبرت هذا مقطع واحد وهذا مقطع اثنين، فان الجريان الحاصل عندي الاسهم مال الاسهم هاي المقوسه اللي هي حركه الفلو بالشل الاسطوانه الكبيره، هي عكس انه هذا ما عندي، كان عندي انبوب واحد فقط بالداخل، هسه راح يصير عندي مجموعه من الانابيب. اذا عندي مجموعه من الانابيب واسطوانه خارجيه كبيره فقط يسموها شل اند تيوب، شل اند تيوب. اما اذا تيوب واحد فقط واسطوانه واحده كبيره فقط يسموها الدبل بايب هيت اكسشينجر، هذا الفرق الرئيسي، تمام؟ وبنفس الطريقه ممكن الجريان يكون متعاكس، هنا الجريان شوف الحركه، الاسهم المقوسه توضح حركه الفلويد اللي بالشل، وقلنا سواء يكون ساخن او بارد، هنا راح نعتبر اللي بالشل هو بارد، بيبرد الجريان بالانابيب باللون الاحمر، هنا الاسهم بالانابيب باللون الاحمر باتجاه متعاكس، هاي الاسهم الصغيره مع الاسهم المقوسه اللي خاصه بدخول الشل، بدخول الفلويد بالشل. اذا هنا الجريان متعاكس، بس هنا عندي مجموعه من الانابيب المركزيه يحيطها شل واحد، تمام؟ تمثل على الرسم بالشكل الاتي، انه انا عندي انبوبين، انبوبين داخل اسطوانه كبيره واحده، انبوبين داخل اسطوانه كبيره واحده، شو يسموها؟ يسموها الشل اند تيوب، بس شو يسموها؟ وان شل، يعني اسطوانه كبيره واحده بس، اند تو تيوب، يعني هاي المساله شنو؟ تو تيوب. اذا قلت وان شل وان تيوب صارت نفس الهيت اكسشينجر اللي هو دبل بايب هيت اكسشينجر، اوكي؟ الانبوبين متحدين المركز، بس هنا وان شل وابسط انواعه انه يكون انبوبين فقط، تو تيوب، وممكن اكثر من انبوب. اوكي. نشوف باقي الانواع اللي عندي. هنا عندي ايضا وان شيل لها دخول وخروج للفلويد اللي بيها، بس كم مسار للانبوب؟ عندي واحد اثنين ثلاثه اربعه. اذا ولذلك شو يسميه؟ تو شيل، يقسم هاي الجزء الفوق يعتبره شل، ما طول اكو هنا فاصل، لو الفاصل هذا ما موجود كان صارت وان شل. هذا الفاصل قسم الاسطوانه الكبيره الى اسطوانتين كبار، وكل اسطوانه كبيره بها انبوبين مركزيين صغار، فصارت التو شل باسز اند فور تيوب، عدد الانابيب الرفيعه باللون الاحمر اربعه، فصارت فور تيوب واعتبرها تو شل. خلينا نشوف هذا الرسم شويه اوضح، يوضح لك الفرق. يوضح الفرق هنا. هذا الشل اند تيوب، المربع الكبير يمثل الاسطوانه منظر فرونت فيو. هاي الاسطوانه اللي عندي بها انبوبين، اذا بها انبوبين نسميها وان شل، وان شل باس اند تو تيوب باس. الشكل الثاني، هذا الجزء اللي شفته، هذا الفراغ هو الفراغ، قطعه معدنيه قد تكون عازله بين الانبوبين، على مود يقسم الجريان الرئيسي الكبير الى مقطعين، فهنا راح تعتبر الجزء العلوي شل منفصل والجزء الثاني شل منفصل. هذا شو يعتبر؟ تو شل، شوف هنا من يريد يوصفه شكل بي، تو شل
شل العلوي وشل السفلي وفور تيوبات واربع مسارات، لان كل شل بها مسارين انبوبين داخليه، فصارت عندي المجموع اربع تيوب صغيره واثنين شل او اسطوانه كبيره. نعم. اذا نروح على الملزمه اللي عندك اللي هي اكسشينجر، ايضا نفس الشرح ذكر، يهمني التايبس، اول تايب هذا الدبل، يعني الصوره مو واضحه بالمصدر، الصوره اوضح، هذا الدبل دبل بايب هيت اكسشينجر، وقلنا النوعين مالته، هذا الكروس فلو هيت اكسشينجر، قلنا الجريان الانابيب عمودي على الجريان الخارجي، تمام، وبنوعين اللي هو الميكسد والانميكسد انميكسد فلو. وعندي النوع الثالث الشل اند تيوب هيت اكسشينجر اللي هسه حكينا عليه، والشل اند تيوب هيت اكسشينجر يا اما 1 شل و2 تيوب، يا اما 2 شل، بس هنا ما موضح الرسم اللي هو الخط الفاصل بين 2 شل، ال2 شلز واربع مسارات التيوب. اوكي، هسه يجي يوضح الاتي. هسه راح نشوف الحسابات شلون ابدي احسب. هسه احنا حكينا على انواع الهيت اكسشينجر المستخدمه، هسه راح نبدي ننتقل الى كيفيه الحسابات. اكو سؤال طلابي حد هسه؟ كل ما اشوف حسابه اكو سؤال؟ طلاب. طيب نكمل. ابسط الانواع اللي عندي هنا اذا تلاحظ هذا الرسم، اذا تلاحظ هذا الرسم، هذا مقطع من هيت اكسشينجر لانبوبين متحدين مركز، مثل ما ظاهر لك اللون المعدني الموجود عندك، عندك انبوب بقطر داخلي، عندك انبوب وعندك انبوب خارجي. الانبوب الصغير يمتلك سمك، راجع مكبر هاي العينه، فاذا تلاحظ هذا الانبوب الداخلي مقطع من عندك، شو تلاقي؟ تلاقي داخل الانبوب الداخلي اكو هوت فلود اللي هو مؤشر باللون الاحمر، واكو خارجه اللي هو ما بين الانبوبين اكو شنو؟ كولد فلود. تمام؟ زين، انتقال الحراره منين يصير؟ من الوسط ذو الدرجه الحراريه الاعلى اللي هو كولد فلود بالداخل لهي الحاله، الى الوسط ذو الدرجه الحراريه الاقل اللي هو خارج الانبوب الداخلي. خارج الانبوب الداخلي. زين، كم عدد المقاومات الموجوده اللي تعيق انتقال الحرارة، وشلون أحسب كمية الحرارة؟ إذا أنا عندي أكثر من مقاومة حرارية فأستخدم طريقة الكومبوزيت وول اللي هي شو تقول؟ Q تساوي دلتا T أوفر أول، تمام، مقسوما على منه؟ عدد المقاومات الحرارية اللي بيناتهم، سمويشن آر ثيرمال. زين، كم عدد الآر ثيرمال الموجودة عندي؟ عندي واحد أول مقاومة اللي يسويها الماء الداخلي او الماء الساخن، وتحسب من واحد على اتش اي في الاي اي، ولانه هاي اسطوانه وليس جدران ثابته المساحه، فالاسطوانه تعتمد عليها من مساحتها السطحيه 2 باي، تعتمد الباي دي في الال، فتعتمد على الدي القطر، فاذا كان القطر متغير فالمساحه متغيره، علما انه الربط بيناتهم شنو؟ توالي. طيب نرجع للاسطوانه، المقاومه مالت الكونفكشن الداخليه واحد على اتش اي في الاي اي، زائد مقاومه الجدار المعدنيه سميتها للاسطوانه اذا ناسيها شو تساوي؟ لن القطر الكبير على القطر الصغير، لن هاي بالبسط مقسوما على 2 باي كي ال، 2 باي كي في ال. اما المقاومه الخارجيه، مقاومه الفلويد الخارجي كولد فلويد،
فمقاومة الحرارية تساوي واحد على اتش اوت في الاي اوت. إذا أنا محتاج، أنا بدي أحسب المقاومة الحرارية وأحسب معدل الحرارة المنتقلة من المائع الساخن إلى المائع البارد خارج يعني عبر جدران الداخلية للأنبوب الداخلي، فأنا محتاج أعرف الـ H-in والـ H-out. وممكن الـ H-in والـ H-out ممكن تجيبها من نفس القوانين مال من؟ مالت الـ Forced Convection Heat Transfer بالـ Internal Flow على حسب الشكل الهندسي للمبادل الحراري. فهي عملية ربط، ليش هي عملية ربط بين الـ Internal Flow قوانينه وبين قوانين خاصة بالـ Heat Exchanger. إن شاء الله ناخذها تباعا. أحد عنده سؤال لهذا الرسم تحديدا؟ نعم، ماك سؤال؟ طيب كمل. نجي على الحل. احنا قلنا الكيو ايش تساوي؟ الكيو تساوي يا اما دلتا تي على سمويشن ار ثيرمال، يا اما اليو في الاي في دلتا تي، اليو في الاي في الدلتا تي. واطلقنا مصطلح اليو على منه؟ على الاوفر اول هيت ترانسفير كوفيشنت. ويو بالجدران المستطيله كانت قيمه اليو ثابته، بينما بالجدران المنحنيه لان المساحات متغيره فاليو لها قيمتين، يو ان ويو اوت، تمام. لكن حاصل ضرب اليو ان في الاي ان تساوي اليو اوت في الاي اوت. هاي ان شاء الله يعني هي مراجعه للانتقال حراره واحد اللي هو كان توصيل الجدران. قلنا الداخليه اللين القطر الصغير الكبير على القطر الصغير او نصف القطر الكبير على نصف القطر الصغير، تمام، مقسوما على 2 باي كي ال. هذا القانون احسب منه، هذا القانون اللي راح احسب منه المقاومه الحراريه اللي خاصه بالجزء المعدني الانبوب الداخلي. هاي الكي الموجودة هنا خاصة بمن؟ هاي الكي للمادة المعدنية المصنوع منها الأنبوب الداخلي، هاي مهمة بالنسبة لي. المقاومات R تساوي مجموع المقاومات نفس اللي شفناها على الرسم، مقاومة الفلويد الداخلي convection، مقاومة الفلويد الخارجي بالconvection، زائد مقاومة الجزء المعدني بالتوصيل الconvection. يرجع يعرف هنا القانون مال من؟ القانون مال كيو. اول شيء كيو شو تساوي؟ دلتا تي على سمويشن ار ثيرمال، مجموع المقاومات الحراريه الموجوده بين الدلتا تي المعطاه. نفس القانون شو يساوي؟ اليو في الاي في الدلتا تي. اذا ناسي اليو شلون تعرف؟ حاصل ضرب اليو في الاي شو يساوي؟ يساوي واحد على ار. اليو في الاي واحد على ار، او الار شو تساوي؟ واحد على اليو في الاي. الار يساوي واحد على اليو في الاي، واضحه؟ اذا الار ثيرمال عرفنا شلون نعرفها، واحد على اتش اي للان وللاوت زائد مقاومه التوصيل. وبنفس الطريقه هاي الار شو تساوي؟ واحد على اليو في الاي، ولانه الاسطوانه تمتلك 2 اي، اي للقطر الداخلي واي للقطر الخارجي، انا احكي على نفس الانبوب الداخلي، ولذلك قلنا بس حاصل ضربهم اليو في الاي لها قيمتين، يو ان في الاي ان قيمتها ثابته مع اليو اوت في الاي اوت، غير ان الاي ان لا يساوي الاي اوت واليو ان لا يساوي اليو اوت الا في حاله خاصه. هي الحاله الخاصه اللي تساوي اليو ان مع اليو اوت في الاسطوانات. إذا قال لي اهمل سمك الأسطوانة الداخلية واهمل سمك الأنبوب الداخلي، فراح يصير الدي ان تساوي الدي اوت للأنبوب الداخلي. معنى هذا الكلام إنه مقاومة التوصيل لم دي اوت على دي ان لم الواحد يساوي صفر، فهاي المقاومة راح تختفي كأنه ماكو معدن لأنه سمكه قليل جدا. فالمقاومات اللي عندي فقط مقاومة الكونفكشن الداخلي والخارجي، هاي أول شيء. وثاني شيء اذا قال لي السمك مهمل للانبوب الداخلي، هاي الحاله الخاصه، اذا قال لي السمك مهمل فان اليو ان تساوي اليو اوت، اليو ان تساوي اليو اوت، غير ان العلاقه العامه، العلاقه العامه هي شنو؟ اليو ان
في الاي ان تساوي اليو اوت في الاي اوت. زين كيف احسب اليو الاي ان والاي اوت؟ شلون احسبها؟ الاي ان هي الباي في الدي في دي ان في ال طول الانبوب، يعني المساحه السطحيه للانبوب الداخلي على جداره الداخلي. والاي اوت هي المساحه السطحيه للانبوب الداخلي على سطحه الخارجي. وقلنا اذا امتلك سمك فان سطح الداخلي ذو القطر دي اي الى اي اي، وسطحه الخارجي للانبوب الداخلي الى دي اوت واي اوت. واضح؟ اكو سؤال لحد هنا؟ طلاب هاي كلها مراجعه لل قبل ما احل المساله، هي مراجعه لمسائل الكونفكشن كوندكشن ترانسفير. العفو دكتور، بس عيد الملاحظة مال اليو تتساوى. نعم. يعني شو قلت تتساوى اليو؟ تمام. إذا قال لي بالسؤال مو أنا أنا ليش جا أسوي مبادل حراري؟ شنو الهدف من المبادل الحراري؟ هو نقل أو حصول أكبر كمية من التبادل الحراري بين الفلويد البارد بالسطح الخارجي أو بالأنبوب الكبير مع الفلويد بالأنبوب الصغير. زين هذا الفلويد بالأنبوب الصغير المفروض هو المنطقي يمتلك سمك، بس أنا أصنع من مادة عالية التوصيل الكي مالتها كبير على مود ما يعيق انتقال الحرارة، على مود ينقل أكبر كمية حرارة من الأنبوب الداخلي للأنبوب الخارجي للماء الموجود بالأنبوب الخارجي. وأيضا شو أسوي؟ يعني هم أصنع من مادة الكي مالتها مرتفع وأحاول السمك أقلل قدر الإمكان أضمن عملية عدم اختلاط الفلويد، بس أضمن عملية نقل حراري لمن؟ نقل حراري كبير. تمام؟ لأن كل ما قللت سمك الجدار كل ما زاد معدل انتقال الحرارة بالتوصيل، هاي قاعدة عامة. ففي بعض الأحيان يعني هو أصل التصنيع أنه أنا أقلل سمك الأنبوب الداخلي، في بعض الأحيان يهمل سمك الأنبوب الداخلي. زين أنا الموازنة الحرارية اللي هسه حسبناها اللي خاصة بالآر ثيرمال انبنت بيا مكان، هذا المقطع المكبر من يا مكان، هذا المقطع المكبر أخذ من جدران الأنبوب الداخلية، جدران الأنبوب الداخلية. هنا إذا تلاحظ هذا الشكل، من هذا المكان أخذ عينة. إذا الموازنة الحرارية وين؟ على طرفي جدار الأنبوب الداخلي، على طرفي جدار الأنبوب الداخلي. السؤال يقول الحالة الخاصة إذا أنطاني السمك مال هذا الجدار صفر، شنو معنى الكلام؟ معنى للأنبوب الداخلي دي إن يساوي دي أوت لنفس الأنبوب الخارجي، لأن يعني السمك صفر. معنى المقاومة مالت الجدران بيها لن القطر الكبير على القطر الصغير اللي هما متساوي، لأن الواحد صفر، فهاي المقاومة ايش فيها؟ انحذفت وصارت السمويشن ار ثيرمال هي مجموع الار ان زائد الار اوت للكونفكشن. وايضا من مزايا اهمال اهمال السمك مالت الانبوب الداخلي انه المساحه الاي ان تساوي المساحه الاي اوت. هاي المساحه الاي ان تساوي الاي اوت ايش وقت؟ من الدي ان تساوي الدي اوت، نتيجه انه السمك مهمل، السمك مال هذا الجدار الداخلي مهمل، فان المساحات تساوت. اذا المساحات تساوت فان اليو ان تساوي اليو اوت. إذا واضحة قولوا لي، وإذا محتاج إعادة عيد. لا تمام دكتور، واضحة واضحة. تمام. شكرا. إذا العلاقة اللي تحكم R مع اليو واحد على اليو في الأي شو تساوي؟ تساوي الR، أو اليو تساوي واحد على الR في الأي، واحد على الR في الأي. المعنيين واحد. هاي الحالة القانون المكتوب هنا. واحد على يو تقريبا يساوي واحد على اتش ان زائد واحد على اتش اوت. منين جاي؟ جاي انه على المساحه والمساحات متساويه، الاي ان يساوي الاي اوت، فاختصرت المساحه من الاثنين. تعيد
يعني اذا قلت واحد على اليو في الاي اللي هي متساويه شو تساوي؟ واحد على الاتش في الاي زائد واحد على الاتش في منه في الاوت. واحد على اتش اي زائد واحد على اتش اي شو تمثل؟ تمثل الان ثيرمال. اذا واحد على اليو في الاي شو يساوي؟ يرجعني لنفس القانون، شو يساوي؟ يساوي الان ثيرمال. واضحه؟ واضحه هاي لو لا؟ هذه دحت تمام دكتور. واضحه واضحه واضحه، ما اسال بيها؟ لا لا واضحه دكتور. منو ما فهم هاي الفقره؟ واحد على الاي في اليو يساوي ار، والار شو تساوي؟ واحد على الاتش في الاي، واحد على الاتش اوت في الاي. ولانه اذا اهمل السمك فان الاي اي ان يساوي الاي اوت، راح اختصر الاي منه واختصر الاي اي، اختصر الاي من طرف يو واختصر الاي من طرف اتش. اوكي، شوف الجزء اللي بعده، هاي معادله خاصه، يعني واحد على يو يساوي واحد على اتش ان زائد واحد على اتش اوت، هاي معادله خاصه فقط عند اهمال السمك. هاي القوانين خاصة بالكروس سكشن اللي هي بها فن زعانف، المبادل الحراري بيه زعانف، يعني مو الدبل تيوب، مو دبل بايب. هنا اكو قيم منطقية المن لليو، يقول اذا المائعين ما فإن اليو تنحصر قيمتها بين 850 إلى 1700، قيمة اليو بوحدات واط على المتر المربع في السيليزي. أما إذا مائع ماء ومائع آخر زيت فإن القيم بين 100 و350، ويبدي يستعرض شنو أنواع المائع الموجودة وشنو قيم اليو المنطقية اللي عندي. طيب نجي على مصطلح جديد اسمه الفولينج فاكتور، عامل تصحيح الخطأ أو عامل الخطأ، يرمز له بالرمز الآتي الفولينج فاكتور، يرمز له RF، عامل تصحيح الفولينج فاكتور. هذا الفولينج فاكتور منين يجي؟ أغلب التطبيقات العملية احنا شفترضنا المقاومات التبادل الحراري دا يتم وين؟ اتفقنا انه يتم على السطح مال من؟ عبر السطح مال الأنبوب الداخلي، عبر السطح مال الأنبوب الداخلي يتم عملية نقل الحرارة. واتفقنا انه عدد المقاومات الحرارية الموجودة هي شنية؟ مقاومة الكونفكشن الداخلي للماء الداخلي، مقاومة الكونفكشن للماء الخارجي، مقاومة الكوندكشن التوصيل في حالة السمك موجود وغير مهمل. تمام؟ راح تستحدث عندي مقاومة جديدة اسمها مقاومة الترسب، او طبعا انت المواعي اللي عندك هاي المواعي قد تسبب تآكل للمعدن اللي عندك، وراح تغير الخشونة مالت السطح، وبالتالي تغير المواعي الموجودة، تغير السمك مال الجدار، وبالتالي اذا تغير السمك الجدار راح تصير فجوات هوائية، وبالتالي هاي الفجوات شو تعتبر؟ ما راح اقول فجوات هوائية، ممكن فجوات داخل بها الفلود، بس هذا الفلود ساكن. إذا صارت هاي الفجوات راح تأثر على منه؟ تأثر ترفع من منه؟ من المقاومات، ولذلك تدخل مقاومة جديدة نتيجة خشونة السطح الناتجة عن تفاعل منه؟ تفاعل الفلويد مع السطح الخارجي للتيوب، فيسميها الـ RF اللي هي الفولينج فاكتور. هاي الفولينج فاكتور ممكن أجيبها من جدول، وممكن تعطى إلك وين؟ بالسؤال، وراح نشوف شلون تتعامل وياها. وأيضا بنفس الطريقة ممكن يكون الترسب على الأنبوب في سطح الخارجي، وممكن هذا الترسب يصير على السطح الداخلي، وممكن في كليهما. اذا هذا الفول الار اف ممكن ينضاف في مكانين، وتكون القانون مال سمويشن ار تيرمال كما يلي. هاي صوره توضح انه السطح بعد ما كان ناعم، هاي سطح الانبوب الداخلي، راح يصير الاقي بيه بروزات اللي هو نتيجه الحراره اكو ترسب، كان تكون املاح، تكون مواد معدنيه نتيجه تفاعل المعدن مع الفلويد. هذا المعدن ممكن تصير بيه فجوات، وممكن تصير بيه ترسبات، هاي تساهم في شنو؟
في رفع المقاومة الحرارية. إذا رفعت المقاومة الحرارية يعني قلت كمية منه، قلت كمية الحرارة المنتقلة بين الماء الساخن والبارد، تمام؟ فهذا المعامل التصحيح، تصحيح الخطأ نتيجة الترسب يسموه الفولينج، الفولينج فاكتور، الفولينج فاكتور. واكو معامل اخر اسمه الكوركشن فاكتور، فما اريدك تخلط بيناتهم. الار سب اف هذا معامل للترسب، واكو عندي الكوركشن فاكتور راح اخذه هو اسمه الاف، ايضا هذا معامل تصحيح راح ناخذه بعدين. شنو هي الحالات؟ راح نوضح الحالات، بس خليني الار اف اذا لقيتها بسؤال او معطى في سؤال معناها اذا يقول لك اكو ترسب، وانه عدد المقاومات بدل مو كانت الار كانت الواحد على الاتش ان في الاي ان زائد الواحد على الاتش اوت في الاي اوت زائد المقاومه اللي هي مالت الكوندكشن، نضاف لها الاتي، نضاف لها مقاومه الترسب اللي هي الار اف ان على الاي ان زائد الار اف اوت على الاي اوت، لان ممكن يكون الترسب خارج الانبوب الداخلي وايضا ممكن يكون داخل الانبوب داخل الانبوب الداخلي، وايضا لازم ينطيك قيم الار اف او ينطيك جدول تستخرجها من عد. تمام، اكو سؤال لحد هنا في حاله معامل التصحيح قبل ما احل مساله؟ هنا يقول لي هذا الجدول فلويد نوع المائع ومعامل التصحيح، معامل التصحيح نتيجه الترسب والتفاعل اللي يصير عندي. تمام، فإذا مي بدرجة حرارة قليلة راح ألاقي معامل التصحيح قليل، إذا مي بدرجات حرارة أعلى أكبر من 50 راح ألاقي المعامل مال التصحيح شبيه أو معامل الخطأ أكبر. ليش معامل الخطأ أكبر؟ لأن المتوقع كمية الترسبات مع ارتفاع الحرارة راح تكون أكبر، كمية التفاعل بين المعدن والمي راح يكون أكبر. أما لو وقود هو اللي دا يمشي فممكن ترسب مواد كيميائية أكثر، وبالتالي حجم الترسبات اكثر ومحتاج معامل تصحيح اكبر. البخار قليل، مواعد التثليج السائله قليله، اذا تحولت الى غازيه زادت معامل تصحيح المعامل الخطا، وعندي الهواء ايضا منطيني مجموعه من الفلويد وقيم الار اف المناظر. هسه نجي قبل ما ابدي احل السؤال الاول اللي موجود ايضا عندنا بالملزمه هنا، اذا الاحظ الملزمه اللي عندكم صفحه 3 اوفر اول هيت ترانسفير كوفيشنت اليو، تعريف اليو، اليو معرفه بدلاله الار، هي الواحد الار واحد على اليو في الاي تساوي الار، والار اذا عندي السمك موجود فعندي ثلاث مقاومات، كونفكشن داخلي، كونفكشن خارجي، وكوندكشن، مقام في كوندكشن. اما لو دخل معامل التصحيح فمعامل التصحيح الداخلي يضاف ار اف على اي اي ويضاف ار اف اوت على الاي اوت، فتصير عندي خمس مقاومات اذا عندي ترسيب داخلي وترسيب خارجي مع الكونفكشن الداخلي والكونفكشن الخارجي والمقاومه مالت المقاومه للجدران المعدنيه بالانبوب الداخلي. ويبدي يحسب بالقوانين المستخدمة Q يا إما تساوي دلتا تي على الآر يا إما اليو في الأي في الدلتا تي، تمام؟ وإذا عندك السمك معطى، سمك الأنبوب الداخلي معطى وله قيمة، فهاي اليو في الأي ليست قيمة واحدة وإنما تمتلك قيمتين، بس حاصل ضربها ثابت بحيث اليو أي 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 تساوي اليو أوت أي أر. هاي شلون يحسب اليو اي واليو اوت؟ هي اعاده حكيناها سابقا بالفصل الاول، تمام؟ حسب انت راح تقسم على الاي اوت فتصير النسبه اي اي على اي اوت، او راح تقسم على اي ان فتصير النسبه اي اوت على اي ان، بس تستبدل المواقع مالك. وقلنا هذا معامل التصحيح، هاي صفحه 4 وبدايه صفحه 5، يزيد عدد المقاومات الارثيرمال، يزيدها اذا عندك ترسيب داخلي وخارجي، يزيد هذا الحد، تمام، هنا للترسيب الداخلي، وايضا يزيد هذا الحد للترسيب الخارجي. اوكي، هذا الجدول نفسه اللي حكينا عليه قبل شويه، الفلويد مع الار اف القيم المختلفه لها، ما مطلوب منك لا تحفظها ولا شيء. قيمه الار اف ان وجدت تعطى لك في السؤال. المثال الموجود في صفحه 6 اذا كان مو واضح عندك،
ممكن نحل هنا موجود اصلا هي هو نفس المثال هنا مثال 13.1 في مصدر اليونت سنجل. شوف السؤال اوفر اول هي ترانسفير كوفيشنت، يعني هو ده يقول انه هذا المثال انه الحل اولا المبادلات حراريه الحل بطريقه معرفه اليو، يعني القانون المستخدم المفروض هو اليو في الاي في الدلتا تي. خلينا نشوف من يقول الدلتا تي شنو اليو في الاي في الدلتا تي. والله رايكم يعني واحد من الطلاب يجاوبني شنو الدلتا تي المستخدمه بقانون يو؟ احنا قلنا اليو يا اما دلتا تي على الار ثيرمال الكلي يا اما نفس الكيو هاي اقول عليها اليو في الاي في الدلتا تي. هسه وضح لي الدلتا تي شو تمثل وجهه نظرك. اذا صح اوكي نستمر، اذا بيها اختلاف الحال واضحه. دكتور ناخذ الافريج اي دلتا تي افريج المن بين منو منو اللي هو تي هو الموازنه الحراريه طبقت بين منو منو واني ارسم المقاومات هاي الحراريه الشبيهه بالمقاومات الكهربائيه على طرفيها التي اللي كان موجود تي منو وتي منو تي كولد وتي هوت. لا هاي المصطلح مو صحيح. تي ان تي اي اللي هو بالانبوب الداخلي وعندي التي اوت صح؟ نعم دكتور. فعندي دلتا تي بين التي للفلويد الداخلي اللي حسبت المقاومه مالته واحد على اتش اي وعندي تي فلويد خارجي معلوم درجه الحراره واحد على اتش اوت اي اوت. ظل السؤال هذا التي للفلويد الداخلي شو يساوي؟ واني اصلا عندي تي الفلويد الداخلي هو الهوت فعندي تي هوت ان وتي هوت اوت. استخدم منه؟ استخدم مجموعهم مقسوم على اثنين اسمه تي افريج اوت والتي افريج ان. واضحه؟ يعني وانا اطبق القانون يا اما هو يقول لي ترى التي افريج للفلويد كذا وكذا مثل ما بطيني بالسؤال يا اما يعطيني اثنين تي واحسب معادله. خلينا نشوف الموجود نقرا السؤال. وضحت بشيل لو لا؟ طلاب وضحت شنو المقصود نعم. بدلتا تي افريج؟ نعم دكتور وضحت. تمام نقرا السؤال. هوت اويل زيت حار، هسه حددنا شنو المائع الحار وشنو الدرجه الحراريه المقابله. is to be cooled in double tube counter flow heat exchanger. اذا المساله مالتي هيت اكسشينجر عندي جريان كاونتر فلو جريان متعاكس تمام زيت حار يبرد. يبرد بيش راح اشوفه الجدران مالت المبادل الحراري يقصد منه الجدران مالت الانبوب الداخلي لان اصلا المبادل الحراري الخارجي المفروض ايش بيه؟ المفروض معزول بحيث الحراره المفقوده من الانبوب الداخلي يكتسبها كل الفلويد اللي خارج الانبوب الداخلي وداخل الانبوب الخارجي. ما اعرف الكلام واضح لو لا. فلازم الجدران الخارجيه للانبوب الكبير معزوله عموما. فهسه هو من دا يقول ذا كوبر انر تيوب، فهي الكوبر المقصود قلنا مصنوع من ماده معدنيه عاليه الكي على مود يسمح باكبر قدر بالتبادل بين الفلويد الداخلي والفلويد الخارجي فصنعها من النحاس. وطيني القطر مالته ايش قد؟ 2 سنتيمتر. نلاحظ هاي العباره مهمه جدا، يقول لي اهمل منه اهمل المساحه اهمل الثيكنس مالت الانبوب النحاسي. اذا قال لي اهمل الثيكنس يعني المقاومات الحراريه راح تقتصر على منه؟ على واحد على اتش ان اي ان زائد واحد على اتش اوت اي اوت وتختصر الاي اوت تساوي الاي ان واليو ان يساوي اليو اوت. كل هاي القوانين الثلاثه اللي قلتهم تحت عباره نيجليجبل ثيكنس سمك الانبوب الداخلي مهمل. زين قطر الانبوب مالتي ايش قد؟ تيوب هاب ديامتر اوف 2 سنتيمتر. القطر مالتي 2 سنتيمتر بس احولها بالمتر مواني احل. ذا انر ديامتر
of the outer tube أو بين قوسين the shell. هسه أنا عندي inner tube وعندي outer tube. ال outer tube أيضا بي thickness وبي قطل داخلي وقطل خارجي مثل الأنبوب الداخلي، بي قطل داخلي وقطل خارجي. الأنبوب الخارجي الأنبوب الكبير اللي يسموه الأوتر تيوب بي قطل داخلي وقطل خارجي، لكن اللي يدخل بالحسابات منه اللي يصير بي جريان مال الفلويد بالنسبة لمن؟ داخل الأنبوب الخارجي. فأني أحتاج منه القطر الداخلي the inner diameter of the outer tube أو يسموه الشل. هذا الشل من يا نوع؟ one tube bus one shell one tube bus. هاي الحالة الخاصة خاصة بمن؟ خاصة بالدبل بايب هيت اكسشينجر. دبل بايب هيت اكسشينجر القطر الخارجي او الانبوب الكبير ممكن اسميه شيل، واضح؟ والانبوب الصغير يبقى اسمه تيوب. بس انا عندي قطر داخلي للانبوب الكبير ب 3 سنتيمتر، خوش، وعندي قطر وخارجي للانبوب الصغير 2 سنتيمتر لان قال لي اهمل السمك. يقول اذا علمت ان الماء يمر خلال الانبوب مو خلال الشل، يعني الانبوب الصغير به مي بمعدل 0.5 كيلو جرام بير سكند، هاي الام دوت، اند ذا اويل، الاويل هسه وين يمر؟ يمر بالخارج، يعني عكس المسائل السابقه. المسائل السابقه كان الانبوب الداخلي شنو به؟ كان بماء ساخن ينطي حرارة لمن؟ للأنبوب الخارجي الكبير. هسه العكس، لا، الأنبوب الداخلي بماء بارد والأنبوب الكبير أو قطر الشل شنو بيها؟ بيها زيت حار، تمام؟ إذا الزيت الحار بيسخن الماء، أو أقدر أقول الأنبوب البارد من الماء يبرد أو يقلل يخفض درجة حرارة منه الزيت الحار اللي موجود أعلى أو خارج. Taking the average temperature، هنا هو مطيني كلمة average temperature، لا مطيني عبارة، لاحظ هنا قبل شوي سألتكم عليها، مطيني هو ال average temperature، لا مطيني T cold in ولا T cold out ولا T hot in ولا T hot out، كأنما ده يقول لي T cold in زائد T cold T hot T cold in زائد T cold اوت، اجمعهم واقسمهم على اثنين تعطيني تي افريج للان لل تي افريج للكولد فلويد. واذا يجمع الدرجه الحراريه مالت الهوت فلويد يقسمها على اثنين ينطيب تي افريج. هنا هو اصلا مسمي هي مسهلها جاي له الافريج تمبريتشر منطيه اياه للماء البارد 45 للمي، والزيت الحار درجه حرارته الافريج 80، تمام؟ يعني هاي 80 ممكن يكون دخل ب 100 زيت وخرج ب 60، فجمع ال 100 مع ال 60 قسمها على 2 طلعت 80، ما يعني لي هذا الجزء بس هو مسمي ليها افريج ومريحني بخصوص هذا الموضوع. المطلب Determine the overall heat transfer coefficient، هذا المعنى كلمه overall heat transfer coefficient، المقصود مكانه هو شنو؟ هو اليو. احسب اليو. إذا المطلوب حساب اليوم of the of this heat exchanger لهذا المبادل الحراري، احسب قيمة اليوم. طبعا يقول لك الخواص ممكن تروح تجيبها at T average عندك متوسط درجة الحرارة بين الكولد الانلت والاوتلت، هو منطينيها مباشرة 45 ونوع الفلويد مي، تروح من الجدول جدول اي 9 في نهايه هذا الكتاب، وغالبا اني بالسؤال اعطيك الخصائص او اعطيك مقطع من جدول وانت تختار القيمه على حسب على مدى علمك تستخدم الجدول. تطلع الخواص اللي ممكن تحتاجها الرو والبرانتل والكي والنيو او اي خاصيه ممكن تحتاجها اخرى. نجي نشوف درجه حراره 80 ايضا درجه الحراره الثانيه، ونوع الفلود اويل ايضا اكو جدول رقم 16 تطلع منها الخصائص اللي تحتاجها. العلاقه الخاصه لحساب يو شرحت لكم هاي العلاقه، واحد على اليو في الاي شو يساوي؟
يساوي الار ثيرمال، والار ثيرمال شو تساوي؟ واحد على اتش في الاي زائد واحد على اتش اوت في الاي اوت زائد مقاومه التوصيل، لانه اهمل السمك مقاومه التوصيل اختفت، والاي اوت تساوي الاي ان فطلعها عامل مشترك ومسحها واختصرها مع الواحد على الاي في اليوم. تمام؟ فبقت هاي العلاقه الخاصه تستخدم، تستخدم شو وقت طلاب؟ في حاله قال لي اهمل سمك اليوم. وضحت؟ هسه المساله مالتي يريد واحد على يو، يريد يو، فاني اذا قدرت احسب واحد على اتش اي واحسب واحد على اتش اوت للفلويد الخارجي، تمام؟ اقدر شو اطلع؟ اجمع الطرفين اطلع واحد على يو، الناتج اسوي له مقلوب بيرث، فراح اطلع قيمه منه؟ اطلع قيمه يو اللي يريد. واضح؟ السؤال هنا كيف استخرج واحد الاتش اي والاتش اوت على مود اطبق القانون مالت اليوم؟ نفس المسألة أرجع مرة أخرى. أصل المسألة إحنا الهيت إكسشينجر نوع من أنواع الانترنال فلو. إذا أريد أطلع الـ HI شحتاج؟ أحتاج أطلع النصلت، وإذا أطلع النصلت أطلع الـ H، وإذا طلعت الـ H أقدر أحسب الـ R thermal، وإذا طلعت الـ R thermal وعندي المساحة أقدر أحسب الـ U اللي يريد. زين، على مود أستخرج نصلت نرجع للعلاقات التجريبيه مال الانترنال فلو. الاتش اي خاصه بالانبوب الداخلي، لازم احسب قيمه، قلنا بالفورث كونفكشن انترنال فلو، فان قيمه النصل تعتمد على منو؟ على قيمتين لا بعديه. شنو هي؟ قلناها بالتعليقات وكتبتوها، تعتمد على رينولد وتعتمد على برانت. برانت الان طلعته من الجدول، ايش باقي؟ باقي رينولد. رينولدز راح يدخل ضمن المعادلات، ورينولدز راح يحدد لي يا معادلة استخدمها، هل الجريان لامينر لو تيربلنت. فهنا على مود اطلع اليو انا ايش محتاج؟ محتاج السرعة، يعني على مود احسب رينولدز، على مود احسب رينولدز، رينولدز يساوي اليو في الدي على نيو، اليو في الطول المميز على نيو. هنا بسمي السرعة الفي ان او الفيلوسيتي مين او مين فيلوسيتي، او تقدر تسميها يو، بس على مود لا ينطيها تسمية اليو، واليو هي الاوفر اول هي ترانسفير كوفيشنت اللي بنستخدمها، فسماها انا هذا الرمز في ام. البي راح يحسبها بدلاله منو؟ ام دوت. من يقول لي تعريف الام دوت شو يساوي؟ ام دوت يساوي وسطين الطرفين، ام دوت يساوي الرو في الفي في الاي، رو في اي انطيني ام دوت. ام دوت معلومه، رو انت مطلعها من الجدول، الاي هي مساحه المقطع اللي يصير بيه جريان، اللي هي مساحة الدائرة، باي دي تربيع على أربعة، باي دي تربيع على أربعة، طبعاً دي اللي هي يقصد بها 2 سنتيمتر مالت الأنبوب الداخلي، بس بعد ما حولها بالمتر هنا، والرو 990 جابها منين؟ جابها للمي في الصفحة السابقة، جابها للمي هياتها، عند درجة الأفرج، أوكي؟ هنا اجى طبق الرو اليو والام دوت عنده للمي، حسب راعى الوحدات المتر المربع للمساحه، طلعت قيمه السرعه 1.61 متر بير سكند، هاي قيمه السرعه. اذا عنده السرعه يقدر يحسب رينولدز، حسب رينولدز السرعه في الطول المميز الدي هيدروليك هو من هو؟ ونفس القطر الدي هيدروليك للانبوب الداخلي نفس القطر، على النيو اللي هو المقصود بها شنيه؟ الكاينماتيك فيسكوستي اللي ايضا انت طلعتها من الجدول للمي، واللي كانت قيمتها 0.6 وياته 0.6 او 2 في 10 سالب 6، تمام؟ هي نفسها هنا المستخدمه 0.6 هنا. المهم طلع قيمه رينولدز، هذا رينولدز اكبر من منه؟ احنا نعرف الجريان بالانابيب اكبر من 2000 هو شو يعتبر؟ تيربلنت فلو. فاذا تيربلنت فلو العلاقه اللي احسب منها نصل تختلف، فاني اعطيك العلاقه الخاصه بمن؟ هاي العلاقه العامه، هاي العلاقه العامه لاحتساب منه، لاحتساب نصل تساوي بوينت، هذا قيمه السي وهاي قيمه الام وهاي قيمه الان قبل شوي كتبتوها، نصل تساوي سي في رينولد اس ام في برانت الاس ام، هاي العلاقه في حاله كانت رقم رينولد اكبر من 4000 وطلع عندي 53000. اوكي، طبقت قيمه رينولدز وبرانت المعلومه عندي من الجدول، هذا الحكي للمي بالانبوب الداخلي، حسبت قيمه نصل، سويت النصل ديما اتش في الدي على كي تساوي نصل،
كي للمي للفلويد، كي للفلويد للمي اللي طلعتها ايضا بالجدول عند التي افريج. الدي هيدروليك هو نفس القطر مالت الانبوب الداخلي، والنصل تستوني حسبتها 240 من العلاقه التجريبيه، طلع قيمه الاتش. هذا الاتش لمن؟ هذا الاتش اي، هذا راح ارجع اوضه بهذا المكان، هذا الاتش اي ال 7663 واط على المتر المربع سيليزي، هاي تمثل الاتش اي. بنفس الطريقه احسب، اروح على اليمن احسب الاتش اوت، ايضا منين احسب الاتش اوت؟ طلاب تسمعوني؟ نعم دكتور نسمع. لان بدك الحاسبة تبقى لا لا ما انقطع، لا لا بس حتى التسجيل موجود. دكتور ماكو صوت. مقطعية ايش تساوي؟ هي الفرق بين مساحة الدائرة الكبيرة الأنبوب الكبير مالت الشغل ناقص المساحة الصغيرة للأنبوب الصغير اللي بيه المي. أطرح المساحتين طلعت مساحة المقطع
طلاب انقطع يمكن التسجيل من عندي بالحاسبة. مو مشكلة دكتور. منين انقطع التسجيل؟ من بدايتها فقط. تقريبا بداية الفقرة الثانية من حسبنا نحسب السرعة الثانية. يعني بعدنا بسؤال أول؟ اي بعدنا بالمثال الأول. نعم 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 بعد أني كملت السؤال الثاني. هسه إن شاء الله تمام سبعة بعيد. تمام تمام دكتور. طلاب نستغل الوقت، أحد عنده سؤال بالجزء اللي شرحناه؟
دكتور إذا أكو خلل عادي نكمل على الليل. هسه طلاب التسجيل بعد موجود صح؟ نعم دكتور التسجيل موجود. تمام طلاب تسمعوني هسه بدون صدى؟ تمام دكتور بدون صدى. آخر شيء حكينا لهذا السؤال قلنا القانون يختصر واحد على يو في واحد يساوي تقريبا واحد على الاتش اي زائد واحد على الاتش اوت، وقلنا كل مشكلتنا هسه حاليا شلون نطلع الاتش ان، عرفنا شلون نطلعها بنفس الطريقه راح نطلع الاتش اوت. الاتش اوت هو وين؟ هو خارج الانبوب اللي هو شكل المجرى مجرى حلقي. تمام؟ للمجرى الحلقي، المجرى الحلقي شلون احسب الاتي؟ شوف الانيولار بيس المجرى الحلقي او الفراغ الحلقي اللي دايم يمشي بيه الزيت، فان دي اتش تساوي الدي الكبير ماينس دي الصغير، هاي طلعناه. بنفس الطريقه اطلع السرعه مالت الزيت اللي دايم يمشي بالمجرى الحلقي تساوي ام دوت على الرو في الاي سي، الاي كروس سكشن الاي سي هاي تساوي هي مساحه الدائره الكبيره باي دي سكوير على 4 ماينس باي دي سكوير الصغيرة على 4. أو عفوا دكتور ماكو صورة، صورة ما موجودة؟ ما موجودة. لا والله شلون؟ دكتور موجودة صورة، موجودة هي موجودة دكتور. لا عادي يمي ما موجودة، مو مشكلة تكمل عادي. تمام تمام زين. بسم الله. هسه اذا عندي الفي بنفس القانون ام دوت على رو في الاي سي، بس ابدل الاي سي مالت المجرى الحلقي هو المساحه المقطعيه للدائره الكبيره ناقص المساحه المقطعيه للدائره الصغيره مضروبا في رو للزيت اللي طلعتها من الجدول، راح يحسب السرعه طلعت 2.39%، منها يحسب رينولد. اذا انا منطيك علاقه تجريبيه تطبق الرينولد والبرانتل بالعلاقه وتستخرج قيمه الاتش، واذا ما مستخدم راح انطيك هذا الجدول مثلا اللي ده تشوفه حاليا جدول 13.3، جدول يطلع قيمه النصلت، نصلت اي ونصلت او. نصلت اي ونصلت او عند الدي اي اسمه النصلت اي، وعند الدي او اسمه النصلت او. لازم اول شيء اطلع نسبه الاقطار للانيولاس، يعني القطر الصغير على القطر الكبير ايش قد قيمته؟ لاحظ اذا القطر الصغير على القطر الكبير قيمه القطر الصغير صفر، يعني الشكل اللي عندي دائره وقيمه النصلت اللي عندي يعني انبوب 3.6. اوكي؟ المهم من هذا الشكل الهندسي اللي عندي راح اطلع النسبه، يطلع النسبه الاتيه، النسبه مالت الاقطار قسم ال 2 سنتيمتر على 3 سنتيمتر طلعت 30.667. هاي النسبة هنا واقع بين ال 0.5 وبين ال 0.1، بين ال 0.5 وال 0.1. السؤال يقول يروح على النصلت سب اي لو النصلت اوت، شو يروح عليها هي؟ اريد واحد يحكي صوت يعطيني رأيي دكتور. يعني هذا وين يروح؟ على الاوت، على الاي. ليش على الاي؟ لان هو الاي عند القطر الصغير من الانيولاس، القطر الصغير من الانيولاس هو القطر الكبير للتيوب، واضحه؟ ولذلك يروح للقيمه بين البوينت 5.74 وبين ال 4.8، يسوي انتربوليشن لان النسبه مالته ثلثين 2 على 3 راح تطلع قيمه نصلت 5.45. واذا طلعت عنده نصلت يقدر يحسب اتش بنفس الطريقة، وهاي الاتش يسميها شنو الاتش مال الانيولات؟ يسميها الاتش اوت، اوت منو؟
خارج الأنبوب الصغير اللي هو للزيار. قيمة الأس طلعت عنده 72، رجع للقانون الرئيسي اللي عنده اللي هو واحد على الاتش اي اللي طلع الاتش اي 7163، وعند الاتش اي حتى طلعناه 35.2. جمع المقاومات، سوى مقلوب للمقاومة، طلع الناتج مالته اليو 74.5، واتاكد من الوحدات الواقع مثل السيليزي. وبذلك يخلص المثال الاول، وننتقل بعده مباشره على المثال الثاني، هو ابسط بكثير من عنده، يعني ابسط بطريقه ثانيه اخرى. اذا نلاحظ الشكل اللي عندي، عندي انبوب واحد، وعندي شيل خارجيه، انبوب كبير وانبوب صغير، وعندي الجدران الخارجية عليها ترسبات، والجدران الداخلية أيضا عليها ترسبات. وهنا راح يستخدم معامل الفولينج فاكتور الـ RF. هنا السؤال يقول A double by shell and tube heat exchanger منطين مصنوع هذا الأنبوب من مادة الستانلس ستيل، مو من النحاس مثل ما حلينا سابقا، منطين الكي إلها، منطيني للتيوب، للتيوب عندي قطرين للتيوب، عندي دي اي للتيوب وعندي دي اوت للتيوب. يعني الانبوب الصغير يمتلك سمك، اذا يمتلك سمك لحد هنا، المساله لحد هنا بها كم مقاومه؟ مو مقاومتين فقط، لا، مقاومه كونفكشن داخلي ومقاومه كونفكشن خارجي، يضاف لها ما طول يمتلك سمك، يمتلك قطرين. اقدر احسب اللين دي اوت على الدي ان، اللي هو بالتالي احسب منه شنو؟ احسب منه مقاومه التوصيل. تمام، شو راح يضيف له؟ راح يضيف لأكو ترسيب، مطيني قيمة الـ H على مود ما أدخ بها بالعلاقات التجريبية، معلومة الـ H in 3800 ومعلومة الـ H out 1200. منطيني معامل التصحيح الداخلي RFI، معلومة القيمة. إذا هنا هاي مقاومة جديدة انضافت اللي هي قيمتها RF على الـ AI، RFI على الـ AI، وعندي مقاومة أخرى انضافت اللي هي RF out، منطيني قيمتها فأقسم RF out على الـ A out. إذا صار المجموع للـ R كم قيمة؟ صار للآر، للآر عندي خمس قيم. لاحظ هنا هو الواحد على HIAI، واحد على HOUT AOUT، هاي مقاومتين مالت الكونفكشن الداخلي والخارجي، وعندي هاي المقاومة مالت الكونفكشن، وعندي هاي المقاومتين اللي بها RF مقاومة الترسب الداخلي والخارجي. يبدأ الحل كالآتي، يحسب قيمة المساحة الداخلية والمساحة الخارجية، يحسب الـ R، هو المطلوب عنده يحسب قيمة R، المطلب الأول Find the thermal resistance، هذا المطلب الأول يعني يجب قيمة R، والمطلب B يحسب قيمة الـ UI والـ UOUT. يبدأ الحل، يكتب هذا القانون اللي بيه خمس مقاومات اللي هي قيمة الـ R اللي هو المطلب A. على مود يحسب هذا القانون لازم يحسب الـ AOUT والـ AIN والـ AOUT، يحسبهم من قانون By DL، مرة يطبقها للقطر الصغير، مرة يطبقها للقطر الكبير، ويحسب هاي المساحتين، يجي يطبق القانون عند الأقطار، عند قيمة الكي للستانلس ستيل، طول الأنبوب إذا ما عنده يفترض واحد، عند قيمة الآر، حسب استوى قيمة الأي آي والأي أو، عند قيمة الأتش أو والأتش أو، يقدر يحسب قيمة الآر، راح تطلع قيمة الآر عنده كما موجود كما يلي. قيمة الـ R طلعت بوينت، طلعت قيمة الـ R بوينت 5.032. زين، إذا طلع قيمة R يحتاج قيمة الـ UN والـ UOUT اللي هو المطلب الثاني. الـ UN يجيبها من هذا القانون، واحد على الـ R في الـ AN، وهو حاسب الـ AN وعند الـ R، طلعت قيمة الـ UN 399 بوحدات واط على متر تربيع سيليزي. وبنفس الطريقة إذا قسم واحد على R out في الـ A out راح يطلع قيمة الـ U out، وطلعت 315 واط على المتر تربيع سيليزي. شنو الفرق بين الـ U in والـ U out؟ ليش هذا الاختلاف بالقيم؟ الاختلاف لأنه السمك مال الأنبوب موجود، وبما أن السمك مال الأنبوب موجود فالمقاومة مال التوصيل موجودة، وأنه الـ A out لا يساوي الـ A in، وبالتالي الـ U in لا يساوي الـ U out، وانما حاصل ضرب اليو ان في الاي اوت، اليو ان في الاي ان يساوي اليو اوت في الاي اوت. وبذلك خلص شرح المثال الثاني،
وأشكركم شكرا جزيلا وأعتذر عن الانقطاع اللي صار بالحافلة. نوقف التسجيل حاليا وبعد أسمع استفسارك.